اخذنا لحد فين؟ كلمنا حاجه بس في اخر حاجه في البسمه ميديك مش كده؟ طيب دكتوره سالبوتامول انتريتمنت اوف برونكيال ازمه جيب فيزا جيب فيزا ليه؟ ايوه ميكانيزم افكت بيتا تين ده الميكانيزم الافكت بقى الله يبارك لك ايه الديفرنس بين السالبوتامول والسالميترول؟ حلو مين تستخدمه في الاكيوت مين في المين كده؟ الاكيوت سالبوتامول جميل قوي هتقول لي كده امال ايه السايد افكت بتاعت السالبوتامول والحاجات دي؟ يعني تعمل هايبرتنشن وتعمل اريثميا وخلافه صح؟ الكلام ده في الاوفر دوز طبعا زي ما انت قلت في اللارج دوز بس تمام دكتور ايوه اللي بيديك المناسب امسك بقى ايوه جاوب بقى عشان مش بيديك قول بقى احنا خدنا القصه اللي فاتت اخدنا الحاجات اللي خدنا بتاع الدوبامين والفيتامين مش كده؟ يعني قول لي كده انيوميريت الاستعمالات بتاعت الامفيتامين ديريفاتيف استعمالات الامفيتامين ديريفاتيف مش الامفيتامين كان فيه ادويه كده طالعه منه؟ مولابينين مفايفنديت في ايه؟ مفايفنديت في علاج ايه؟ صح اقول مفايفنديت كان في علاج ايه؟ اتنشن ديفيسيت سندروم والمودافينيل النارفوليكس طب دكتوره ليه المدافعين في علاج النارفوليكس؟ دي بريز او مدافعين في النارفوليكس اشمعنى؟ دي مين جابك في الموضوع؟ كنت بسال حد ورا خالص. ما باخدش بالي يا بحث طب قول يلا. يعني بيعمل ايه يعني؟ بيمنع الريابتيك بالظبط. الله يبارك لك. طبعا لو جالك سؤال وصعب يجي كده بس لو جه سؤال يا دكاتره بطلوا كلام. لو جه سالك مودافينيل او مسالفينيديت اللي قلناه الحصه اللي فاتت مخدرات. لو قال لك ليه مودافينيل في علاج النركوليبسي مثلا؟ ما هو امفيتامين. قول له ميكانيزم الامفيتامين. يعني هو ازاي الامفيتامين بالظبط بيمنع الريابتيك بتاع النور البنفرين كانك بتتكلم عن امفيتامين بالظبط. وعامة قلت لك كل الحاجات دي بطلت استعمالها يعني. طيب احنا خدنا ايه كمان الحصه اللي فاتت؟ ايه؟ تمام طب دكتوره حلوه انت فاكره والله قولي كده الفينال افرين فينال افرين النيزا كونجيشن ليه؟ دي بريزو ممكن ايه؟ هو مناخيره نزل انا عندي زكام خدت فينال افرين ليه؟ بصدق انفكشن عن طريق أو واحد بصدق الاستريكشن فين بقى؟ فين؟ بالنسبه للمقوده البيسل بتصدوا ليه؟ لا اله الا الله حبيبي اللي مستخبى ورا الباب يا جميل ايوه صل على النبي ايه البريكوشنز دورينج ذا يوز اوف اوكسيميتازولين؟ خد بالك من ايه البريكوشنز وانت بتستخدم اوكسيميتازولين انت بتبص كمان انا بعرف اقرا انا كمان مذاكر انا احبك وانت صريح دكتور اوكسيميتازولين ايوه انت بتبص جنبك انت ايوه كله بينزل على الادب فجاه وتلاقي صوته 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 الادب اللي بينزل فجاه ده قول يا واد ايه هيعمل هايبرتنشن ادي واحدة ايه تاني؟ اتروفيك كلايماكس امتى؟ تمام اخر حاجة ريباوند كونجيشن بعد ما مفعوله بيروح بيرجع تاني السكان بعد ما نخلص سمباثيتك في امتحان ام سي كيو يعني لما خلصت السمباثيتك يبقى في امتحان السمباثيتك خلاص بيشطب يعني ده بص الاوتونوميك الكبير وده اكبر شطر في الفيلم على فكرة تخيل يعني المهم
الفورما لو انت فاهمها هتلاقي الموضوع لذيذ وماشي مع نفسه وما مش محتاج مجهود اصلا. طلبوا بينا عن نفسه. عايزين نحط الشاي في اي داهيه. انا مش طالبين شغل. هو فين البتاع اللي كان بيحطها؟ طلعها. احنا كنا الحصه اللي فاتت بدانا نتكلم في الامفيتامين تمام؟ انا كنت قلت لكم السايد افكت بتاعته ضمنا يعني وسط الكلام كده قلنا السايد افكت بس بسرعه برضه. انا قلت الامفيتامين ده مخدرات وقلت لكم مخدرات من اي نوع؟ ورا تحتحوا يعني هل ده مخدرات من الهبه فوق ولا من الهبه تحت؟ هبه فوق ده مخدرات من اللي بتهايبر مش كده؟ منجز الكلام بيعمل سي ان اس ستيميوليشن بص عليا بيعمل سي ان اس ستيميوليشن وطبعا السي ان اس ستيميوليشن درجات فاهم قصدي ايه؟ منجز الكلام العيان لما يبدا ياخده في الاول هيبقى عنده درجه بسيطه من السي ان اس ستيميوليشن تلاقيه متوتر وقلقان وعصبي ومش عارف ينام اللي هو شغل الفرافير ده انما كل ما هيعلي الجرعه صح يا دكتور كل ما هيعلي الجرعه كل ما هتلاقي العيان بدا يهايبر اكتر وقلت لك اقصى درجات الهايبره في السي ان اس ان العيان يركب المراجيح المراجيح اللي هي كده كونفالجن اللي مكتوب عندك سيجر ما هو اقصى درجات السي ان اس ستيميوليشن ان يحصل تشنجات سيجر الدواء ده يعمل كده يبقى اولا اسمع يا اسطى اولا عشان هو سي ان اس ستيمولانت عشان هو سي ان اس ستيمولانت ممكن يعمل لك انكزايتي وانسومنيا وايام سودة وينتهي بك الموضوع بتشنجات في الاوفر دوز ما انت هتبقى برشامجي جميل هتقعد تزود في الجرعه لحد ما تخش في ايه؟ تشنجات وبعدين رقم اثنين انت مش واخد بالك ان هو بيزود نور البنفرين والنور البنفرين ده سمباتاتيك هيعمل سايد افكت زي اي حاجه سمباتاتيك يعني قصدي ممكن كتره يعلي الضغط كتره يعمل مشاكل في القلب زي الادرينالين ما هو سمباتوميميتك فاهم قصدي ايه؟ يعني الدواء ده بيعمل سايد افكت حاجات شبه الادرينالين انه ياثر على القلب ويعلي الضغط وما اعرفش ايه امال ايه فرقه عن الادرينالين؟ انه بيخش المخ فلما بيخش المخ عمل سي ان اس ستيميوليشن انتهاء بسيجر طبعا هو لو حد يسالك في الامفيتامين هيبقى سؤال من اثنين يا اما يسالك على الحاجات البدائل اللي هي مودافينيل وميثايلفينيديك يا اما اكتشاف ولا حاجه يسالك على السايد افكت ما هو مش دواء هو مش دواء هما غالبا ما بيجيبوش اسئله في حاجات مش دواء مش دواء يعني انت هتلاقي بعد شويه كوكايين انت متوقع يسيب ام المنهج كله ويقول لك لما تاخد لك شمه هيحصل ايه؟ مش دواء مش كوكايين مش دواء فاهمين قصدي ايه؟ ما علينا طلع على النبي احنا كنا مفوتين دواء رفيع كده اسمه كلونيدين اصل هو جاي قدام بالتفصيل احنا فوتناه يعني انا هاخده في مكان بس عامة الناس اللي حاضره من اول السنه اسمع يا اسطى كان عندك ريسبتور اسمه الفا 2 فاكرينه؟ وقلت لكم الفا 2 ده المحبس منجز الكلام اللي ما كانش حاضر يسمع هذا كاترة انا بقول لك الفا 2 ده لما بيشتغل كان بيمنع افراز النور بنفرين الفا 2 ده لما بيشتغل محبس بيقفل حنفيه النور بنفرين طب انتوا عارفين النور بنفرين ده بيعلي الضغط النور بنفرين بيعلي الضغط فلو انا قفلت حنفيته الضغط ايه يقل عايز اقول لك لما هناخد الكلونيدين قدام هقول لك ده دواء هيستوريكال يعني دواء كان بيتاخد زمان وكانوا بيدوه زمان عشان يوطي الضغط يعني كان زمان دواء ضغط ده زمان ما عادش الحاجات دي بتتاخد منجز الكلام هو مكتوب عندك سطر عشان هو مشروع قدام بالتفصيل في عليه نص صفحه كده قدام يبقى سيبك من الكلونيدين انما اللي يجي كتير في الام سي كيو اللي تحته دواء جديد وبيستعمل جديد بقاله في الطب كله 10 سنين وفي مصر هنا بقاله 3 سنين دواء جديد يعني تيزانيدين تيزانيدين ام سي كيو الدواء ده يحبوه قوي في الام سي كيو تيزانيدين طب ده حكايته ايه؟ طلع على النادي ده زي الكلونيدين بالظبط اسمع بس ورا ده بالظبط زي الكلونيدين بس هو اخصائي سباينال كورد ركز يا عم الحاج ما هو المفاجاه ان السباينال كورد جزء من السي ان اس والسباينال كورد برضه بيطلع فيه نور بنفرين السباينال كورد بيطلع فيه نور بنفرين وانتوا عارفين الكاتيكولامين تاثيرها على العضلات وفي السباينال كورد منشطه منجز الكلام اسمع ورا النور بنفرين ده بيزود الترانسميشن في السباينال كورد النور بنفرين ده بيزود الترانسميشن بينشط السباينال كورد ويزود المصل كونتراكشن فاهمين حاجه؟ انا بقول لك نور بنفرين في السباينال كورد منشط وبالتالي اسمع يا اسطى اسمع ورا عندنا في الفا 2 هنا يعني برضه في الفا 2 في السباينال كورد اسمع ورا وكالمعتاد الفا 2 محبس يعني لو شغلت الفا 2 في السباينال كورد هيعمل ايه؟ ما ترد يا ريت الشك في دماغك انت وهو لو شغلت الفا 2 هنا هيعمل ايه؟ هيمنع افراز النور البنفرين في السباينال كورد يحصل ايه في العضلات؟ تهدى
ما انا بقول لك النور البنفرين منشط وبيعمل مصل كونتراكشن ومصل سبازم. قال لك طب انا لو قفلت الفا 2 في السباينال كورد العضلات تهدى ويحصل مصل ريلاكسيشن. راحوا عاملين دواء اسمه تيزانيدين بيعمل كده، اخصائي سباينال كورد، بيمنع افراز النور البنفرين في السباينال كورد فيعمل مصل ريلاكسيشن. طب وده حلو يا عم الشيخ؟ اه طبعا حلو في الناس اللي عندهم مصل سبازم. لو تسمعوا عن مرض اسمه المالتيبل سكليروزس هتاخدوه في النيورو، التصلب المتعدد. مالتيبل سكليروزس ده مرض في المخ بيحصل تصلب كده في شويه خلايا والعيان بيجي بتشنجات ومصل سبازم وبتاع. بلاش يا عم، اللي عندهم مشاكل في الفقرات وتلاقيه على طول يقول لك ظهري وجعني وظهري مخشب ومعرفش ايه، هو ظهره بيكون مخشب ليه؟ يعني ليه؟ اللي عنده تاكل في الفقرات سبونديلوزس تلاقي دايما العضلات اللي حوالين الفقره مخشبه. جاب ريفلكس ياض، ما هو البين بيعمل ريفلكس سبازم. انت لو بيكون اي حاجه وجعاك بتلاقيك مخشب يا دكاتره، اي عضلات حوالين فقره فيها مشكله فيها وجع يحصل على طول ريفلكس مصل سبازم. وعلى فكره ريفلكس مصل سبازم ده بيبقى النور البنفرين داخل فيه، يعني النور البنفرين داخل في السبازم ده. وبالتالي لو انت قفلت النور البنفرين السبازم ايه؟ انا عايز اقول لك اي حد عنده مصل سبازم ممكن تديله دواء بيهدي العضلات اسمه تيزانيدين. في حاجه ولا ايه؟ طب بقول لكم ما تخشوا تقفلوا الباب وتقعدوا تاني. رابعه تاني. طب ايه دخل رابعه هنا؟ ايه؟ انا مش شايفه بس سلم لي عليه عامه. انا مش شايف حد. هو اكيد مش شايفني برضه. صلوا بينا على النبي. يبقى احنا قلنا اسمها ده كده. يبقى احنا قلنا دلوقتي التيزانيدين يا رجاله ورا يا رجاله. يا واد التوكس انت لسه مش مجاوب من شويه وسبتك وما جيتش احفل عليك، انت ليه مصر الحفله تبدا يعني؟ طيب صلي بينا على النبي. يبقى انا بقول لك دلوقتي التيزانيدين، تيزانيدين اتفقنا في الايه؟ اذا كانت كلمه بري ساينابتك دي، في بري ساينابتك سمباثاتك وفي بري ساينابتك برا سمباثاتك، وشرحتها لكم اول السنه. اما قلت لك المصل كونتراكشن طبعا اسيتايل كولين، انما النور بنفرين ليه دور بس تنشيطي بينشط شويه. كتبتها لكم اول السنه لما قلنا البيتا 2 والكلام ده. والله كلمه بري ساينابتك دي على حسب بري ساينابتك ايه؟ ما في بري ساينابتك سمباثاتك، يعني ده كده دي ساينابس اهي، دي ساينابس دي اسمها بري ساينابتك. بري ساينابتك ايه بقى؟ على حسب. ما في بري ساينابتك سمباثاتك بيطلع نور بنفرين، وفي بري ساينابتك برا سمباثاتك بيطلع اسيتايل كولين. بري ساينابتك دي مش مقطوعه الاسيتايل كولين يعني، وفي بري ساينابتك بيطلع حاجات ثالثه ورابعه. انا بتكلم ان الموضوع كتير يعني. طلع النبي. البنفرين ايه اللي جابه هنا؟ يا دكاتره لو قلت لكم قبل كده النور البنفرين اللي بيطلع دوره بيطلع وبيبقى دوره ان هو بيجي على انت عارفين الاناتوم بتاع السباينال كورد؟ ان هو بيراميدال نازل وهبل من ده ابرموتو نيورون، وبعدين عند السيجمنت، عند السيجمنت هنا بيطلع حاجه اسمها نيرف روت، والنيرف روت بيدي بريفرال نيرف، والبريفرال نيرف بيدي نيورو ماسكولار جانكشن، وفي الاخر عضله مش كده؟ طبعا الشغل ده كله بيتفرز فيه اسيتايل كولين. امال النور البنفرين دوره ايه؟ النور البنفرين دوره انه بيكمل ويجي هنا اهو ويحسن وظيفه الاسيتايل كولين. شرحتها قبل كده ومش عايز كلمة عاد، اللي ما حضرش يحضر تاني هنا اللي قعدت الريسبت اللي قلتها في اول حصه اللي هو دور النور البنفرين على العضلات. لو قعدت اعيد كل كلمه دلوقتي الحصه مش هتخلص. يا دكاتره اللي ما حضرش الريسبتور انا قلت هعيد تاني من الاسبوع الجاي. هعيد من بعد الريسبتور كمان مش الريسبتور، اللي ما حضرش خلاص ربنا معاه. المهم يعني صلوا على النبي. احنا اتفقنا نور البنفرين ما بيعملش كونتراكشن، انا قلت ما بيعملش كونتراكشن، بس هو بيحسن الكونتراكشن، بيزود الكونتراكشن. حاجه اسمها انهانسمنت اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن اللي خدناها مع الريسبتور. هو بس هو مش هيعمل كونتراكشن لوحده. يعني انا عايز اسالك سؤال، انا لسه قايل لك دلوقتي، هو انا لو قللت النور البنفرين هل مش هيحصل كونتراكشن؟ هيحصل بس هيهدى. انا قلت هيعمل ريلاكسيشن مش هيعمل باراليزس. فاهمين حاجه؟ يا دكاتره نور ادرينالين مش هو اللي بيعمل كونتراكشن، بس هو بيزوده. فلو انت قللته الكونتراكشن هيهدى بس مش هيتمنع. قلنا الكلام ده قبل كده. المهم صلوا بينا على النبي. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي على ايه؟ الكلام بتاع التيزانيدين الحته اللي بتيجي ام سي كيو، اسم الدواء، اسم الدواء يا اما اسم الريسبتور. يعني يقول لك one of the following، اسمع، one of the following is used to
to relieve muscle spasm. سؤال كده. One of the following is used to relieve muscle spasm in multiple sclerosis. واحد عنده multiple sclerosis وعنده muscle spasm وعايز ادي دواء يهدي المصل سبازم ويبدا كلونيدين تيزانيدين فينايل ايبرين معرفش ايه عشان تختار الاسم تيزانيدين يا اما الطريقه الثانيه ان يقول لك تيزانيدين از سيلكتيف الفا 1 الفا 2 بيتا 1 يسالك على الريسبتور بتاعه يعني عشان تختار انه الفا 2 اجونست فدي حاجه طبعا اخر السنه يجيبها جيب ريزون يقول لك جيب ريزون ليه تيزانيدين في المصل سبازم عشان تقول له بيشغل الفا 2 انجزوا ده كده هنقعد وقت طويل قوي في كلام افضل يعني بيعمل ايه تيزانيدين بيشغل الفا 2 في السباينال كورد وبالتالي يعمل مصل ريلاكسيشن السطر ده وهيجي تاني في السن ايه السن الثاني اللي في الترم الثاني هيرجع تاني يقول لك تيزانيدين والفا 2 وما اعرفش ايه ونفس الكلام تاني قلت لك كل الشباتر واخده معلومات من الاوتونوميك وفرداها انتوا معايا دكاتره صلي على النبي كل الحاجات دي قلت لك حاجات كده على قد ام سي كيو طيب هات دواء برضه يجي ام سي كيو هات افيدرين افيدرين رجعنا ثاني نتكلم عن المخدرات ده كان افيدرين ده كان مخدر الدكاتره لحد سنه 99 2000 كده ما قبل عصر الترامادول بس يعني دلوقتي اللي بيجي يذاكر يقول لك انا بخبط ترامادول فلح يا حبيبي ايام زمان قبل الترامادول ما يدخل مصر كان الافيدرين ده وكان واسع الانتشار واسع الانتشار الافيدرين وكان موجود في الصيدليات بكل الطرق والكمال يعني كان منه تابلت ومنه حقن ومنه كل حاجه وعلى فكره هو زاز الامفيتامين يعني مخدرات هوبا فوق ما انا عشان كده بقول لك الناس كانت بتاخده عشان تنزل تشتغل وعشان تذاكر وفي الاخر يقلب مدمن وده كان مشهور جدا وبعدين كان يعني في صم وان كده بدون ذكر اسماء بلاش اقول اسمه بدون ذكر اسماء اذا سليبرتي هو ده صحيح يعني حد بتاع جراحه جهاز هضمي ومشهور جدا دلوقتي وكان بابا صيدلي انا هيستني ياكلني هو المهم يعني فكان بيقعد يقلب والله العظيم بكلم جد فكان يقعد يقلب كل الجدول من ابوه الجدول كله مش بس الافيدرين كل حاجه تتاخد كان بيقلبها من الصيدليه وطبعا ابوه كان استحاله يشك في الدكتور ابنه فكان يشك في مين؟ في الواد اللي شغال في الصيدليه كل شهرين ثلاثه يغير اللي شغال وبرضه عمره ما بيشك ان اللي بيقلب الافيدرين ابنه هو اللي بياخد الحاجه دي والواد يجي يقول لنا انا النعمه انا بقالي اربع ايام بذاكر ثلاث ايام وما بينامش وبيذاكر ايه وهو ميموري رهيبه ما هو بيحسن الميموري الحاجات دي في الاول فاهمين قصدي ايه؟ بس هو الحركة الدنيئة اللي كان بيعملها الذل احتباس البول يوتنشال اوف يورين انت متخيل انك تبقى موجود هتموت والحمام قدامك والظروف متاحة ومفيش جفاف يا مؤمن جفاف بتكلم جد والله هو الحركة الخضراء اللي كانت مع الافيدرين احتباس البول بيعمل يوتنشال اوف يورين رهيب هقول لك ليه يوتنشال اوف يورين رهيب بس منجز الكلام بقول لك ده يعني خد من الناس رقاق كانوا بيقعدوا ياخدوه على واسع كده قبل ما الترامادول يخش مصر كان هو ده اللي موجود اصلا وعلى فكره رجع تاني دلوقتي وموجود في مستحضرات بتاع التخسيس وناس كتير بتاخدها ومش مكتوب عليها ان فيه افيدرين هو فيه افيدرين لو تعرفوا اللايبوسكس في بتاع تخسيس كده حاجه اسمها لايبوسكس لايبوسكس بلاك علبه كده كبيره بتيجي تحريض من بره مكتوب عليها لايبوسكس بلاك وبتخسس فات برنر فعلا بتسحل بس انت هتلاحظ نفسك حضرتك بعد شهرين ثلاثة من الأخدان لا وجرعته ايه؟ من أربعة لست حبات في اليوم ارقع اثنين في اثنين أو أربعة في أربعة كده يعني فطبعا بتلاقي البنت بعد كام شهر بدأت تخس فعلا وجميلة وجميلة والله قد جوزها كده اهو وماشية مرتاح بس الدواء ده خسس والله حاجة زي الفل لا رب يكرمك ما عادش حقنة بقى ما قلبت أي حاجة علينا يعني مش أي حاجة علينا المهم يعني ومش كاتبين عليه كاتبين عليهم مكاتبين ان في كافيين والمصحف ما كافيين ده افيدرين يعني الاستيمولانت اللي فيه مش كافيين ده افيدرين بتوع الصيدله بتوع البيو اكسي هم المحللين فيه افيدرين مش كافيين وعمرهم ما يكتبوا كده لان هو بيقلبك ادكت وبيخسسك وبالتالي انت هتقولي صاحبتك وصاحبتك هتقولي صاحبتها بيخسس فعلا لا لا جيل رائع من البنات اصحاب الدماغ يا سلام وجمال والله اصحاب كيف؟ ممكن بيذل ما انت عارف المهم بص يا حبيبي منجز الكلام اسمع يا الافيدرين رجعنا تاني للافيدرين بص بقى يا حبيبي من قبل ما اتكلم والله العظيم بطل استعماله ما عادش دواء اسمه افيدرين ما عادش دواء اسمه افيدرين طب ده كان حكايته ايه؟ عارفين الامفيتامين زيه كده بس اهدى يعني ما هوش بغباوه الامفيتامين مش بغباوه الامفيتامين امال بيعمل ايه؟ بص كده بص كده لما اقول لك دلوقتي ده ريسبتور اهو بص يا اسطى ده ريسبتور اهو اسمه الفا وبيتا ريسبتور
اصله الفا وبيتا، وانت عارف ده البريطا المثل ده اللي بيطلع نور البنفرين معاك. وادي الدواء اهو اللي اسمه افيدرين. ركز يا اسطى، اسمع ورا. الافيدرين بيعمل ايه؟ ركز. الافيدرين بيروح يشغل ده على طول كده، يبقى اسمه ايه؟ رده دايركت، بيشغل الريسبتور على طول، اسمه دايركت بس ضعيف. فاهم حاجه؟ يعني هو بيشغله بس ضعيف، مش حاجه يعني، مش زي الادرينالين مثلا. الادرينالين كنت اقول لك ترباج القلب وبيعمل وبيخبط، لا 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 ضعيف. بس شوف كمان بيعمل ايه؟ اسمع ورا. بيروح كمان على النيرون، بيروح على النيرون يعضه، يروح مطلع منه، يقوم النور ادرينالين مش هيجيلي ريسبتور. هتقول لي ايه ده؟ طب ما ده كده اسمه وموجز الكلام. الافيدرين بيشتغل بالطريقتين، دايركت واندايركت، وبرده رغم كده ضعيف. يعني قصدي كل الكلام اللي بقوله ده مش زي ما في دماغك يعني، يعني لا يقارن بالادرينالين. موجز الكلام اكتب جنب الافيدرين الكلمه بتاعته. مش احنا قلنا كل دواء كان كلمه؟ بالذات الحاجات تيجي في الامتحان. يعني قلنا الادرينالين بتاع كله نور ادرينالين وحاي ايزو بي 3 بي دوبامين وحاي دوبيوتامين بيتا 1 بيتا 1 سالبوتامول بيتا 2 غالبرين الفا 1. اكتب بقى جنب الافيدرين كلمتين، اكتب يعني هاي ده اطول واحد فيهم دي كلمه. اكتب كده، اكتب دايب زائد ان دايب زائد سي ان اس. يبقى لما اقول لك افيدرين تقول لي ايه؟ دايركت وان دايركت وسي ان اس. هو ايه كرامته على الادرينالين؟ انه سي ان اس مخدرات. بقول لك هو الادرينالين بيعدي؟ ده بقى بيعدي. سامعين ورا؟ دكاتره. يبقى انا بقول لك الافيدرين اكتب جنبه دايركت زائد ان دايركت زائد سي ان اس، واكتب جنبه كمان بتاع كله بس ضعيف، بتاع كله بطويك، يعني مش زي الادرينالين. هو مين اللي كان بتاع كله قبل كده؟ ادرينالين ده برضه بتاع كله بس ضعيف، يعني لا يقارن بغباوه الادرينالين. اللي بيفهم طب هيقول لي يعني هو ممكن يعمل زي الادرينالين؟ اه يعمل زيه، ممكن يعمل هايبرتنشن، ممكن يعمل اريزميا، بس مش بخطوره الادرينالين. يعني اللي انعمل ممكن يعمل، بس مش هيبقى خطير قوي زي الادرينالين. هو ده ويك. الحاجه الوحيده فيه اللي بوتنت شغله على السنس، يعني الحاجه الوحيده اللي بوتنت شغله على السنس، غير كده هو ويك، يعني مش حاجه اللي في دماغك يعني. معايا ولا ايه؟ صلي على النبي. اطلع ورا يا دكاتره. ده الافيدرين ككلام عام يعني. طب بسرعه، ايام زمان ده كانوا بيدوا ليه؟ قلت لك هو الافيدرين كانت شغلانه اهله الاساسيه ان هو سي ان اس ستيمولنت، فكانوا بيدوه كسي ان اس ستيمولنت. فاي حد بقى محتاج سي ان اس ستيمولشن زي اللي قلناه الحصه اللي فاتت، اللي بيقعد ينام على نفسه والحاجات دي، فاكرينها؟ فاكرينها؟ انتوا عايشينها، عايشينها هي ده. اه انتوا كلكم بتاخدوا الافيدرين، هجيب لكم الحصه الجايه. او انتوا لو لقيتوا هدول. المهم يعني طلع على النبي. بص يا حبيبي، ما عادش موجود الحاجات دي، هو موجود على سكه بس بيجي تهريب. وطبعا موجود بيجي تهريب مش كدواء، كمخدرات. كمخدرات فرنسا بالذات بتطلعه بغباوه، ما تفهمش ليه. يعني كل اللي جاي تهريب من فرنسا. افيدرين افيدرين افيدرين، ومكتوب عليه بالفرنسا واحنا جهله في الانجليزي اصلا. لما تيجي تقرا الكلام بالفرنسا وما تفتكر دواء كحه دواء اي حاجه، بس هو شكله حلو. افيدرين يا حبيبي. طلع على النبي. سي ان اس ستيمولانت ده كان استعماله الاساسي، يبقى خد بالك معايا. ده اهم حاجه سي ان اس ستيمولانت. رقم اثنين، مش هو زي الادرينالين؟ ايوه زيه. يعمل ايه في البرونكيول؟ برونكو دايلتيت زي الادرينالين بس مع الفارق. اسمع يا واد دورة، مع الفارق. الادرينالين كان بيتاخد حقن وانهاليشن، وكان ليه رابد اونست، فكان الادرينالين بيتاخد في انهي ازمه؟ الاكيوت، الازمه الحاده، الازمه الطوارئ. انما الدواء ده بيتاخد اورال وبيبدا بعد ساعه ومفعوله ممتد، فكانوا بيدوه اكتر في الايه؟ في الكرونيك، في الوقايه. طبعا كلام زباله وما يتلبسش عليه هدوم. انت متخيل عيل صغير عنده ازمه انجلا حابب يقوله في الحبايه وبديله كل يوم افيدرين، والواد كلها سنه وتلاقيه بيشم؟ ما انت قلبه مدمن يالا. فاهمين الكلام؟ يا دكاتره الافيدرين كان زمان بيتاخد از برونكو دايليتور. طب انا بقولها ليه؟ ما قلتلكوش انا ان بعد الورقه الاولى في النظري والورقه الثانيه في النظري في ورقه ثالثه نظري، هي تعتبر هي العمل بس هي نظري اسمها كيسز. ما تسمعش عنها، هتسمعوا الكيسز دي 10 مواضيع من المنهج، 10 مواضيع معروفين يعني، هناخدهم واحد واحد في العمل. منهم البرونكيال ازمه، بيجي السؤال صح وغلط او اكمل، مساله فهم صرف. وانا بخاف عليكم اول ما تيجي كلمه فهم دي،
مفيش بقى تسميع ولا اجيب اكاونت ولا لا 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 صح وغلط ويلعب بالكلام بطريقه قذره لو عايز حد فاهم قوي عشان كده من اول السنه بتشنج لكم افهموا مش تحفظوا يروح قايل لك ايه اسمع الورد اسمع الورد يقول لك الاكل صح وغلط بيجي خمس جمل بخمس درجات واحده بدرجه صح وغلط صح وغلط ان بي 3 ماي بي يوز ان بتوين اكيد اتاك وبرونكيال اسيد صح غلط غلط صح تاني تاني الراجل بيقول لك صح وغلط افيدرين ماي بي يوز ان بتوين اكيوت اتاكس وبرونكيال اسيد طبعا صح الجمله عربي والله الجمله عربي ما هو يا دكاتره انا قلت لك الازمه اهي بصوا اهو بص انا واثق في ذكائكم بس همليكم معلش ده لا ينفي اطلاقا الاي كيو المرتفع بتاعه بس همليكم بصوا يا دكاتره ايه الازمه اهي بيكون في البيت كده اهو طبيعي طبيعي يشم التراب اهو يروح داخل في ايه في اكيوت حلو انا قلت في الاكيوت ادي مين ادرينالين او ادي سالبوتامول فاكرين ادي حاجه من دول يا عم في الاكيوت طب ان بتوين اتاك ما هتلاقي مكتوب عندك في اليوز هتلاقي مكتوب كده سطر الفيدرين كان بيتاخد كثير نس ستيمولانت وبرونكو دايليت ثيرابيوتيك يوز هتلاقي مكتوب ان الافيدرين كان بيتاخد كبرونكو صح اكتب جنب كلمه برونكو دايليتور معلش اشتري مني اكتب جنبها ان كرونيك برونكيال ازم واكتب جنبها يساوي هو كان بيتاخد هنا في الكرونيك مش في الاكيوت اكتب ان كرونيك برونكيال ازم هو انت عارف الغلاوه فين العيال اللي بتبصم هو بيبقى عارف انه بتاع كرونيك هو عارف والله بس هو لما لقى الراجل كاتب له ان بتوين اكيوت اتاكس قال لك غلط هو مش بتاع اكيوت اتاك هو قال لك اكيوت اتاك يا بقى هو بيقول لك ان بتوين اكيوت اتاك ما هو كلمه ان بتوين اكيوت اتاك اللي هي تساوي هي كرونيك يعني اكتب كلمه كرونيك تساوي ان بتوين اكيوت اتاك اللفظ اللي بيجيبه صح وغلط كرونيك يساوي ان بتوين اكيوت اتاك يساوي اللفظ الثاني بروفيلاكسس بروفيلاكسس يعني وقايه طب بصوا لي ليه اهي بروفيلاكسس بروفيلاكسس بتاعت الوقاية خير من البرتقال اهي بروفيلاكسس اهو يعني وقاية انتوا لا عارفين تكسبوا ولا عارفين تنقشوا طب اعمل لكم ايه؟ غش يا مؤمن اهو اهو انا بي ار او بي اتش واي ال اي اكس اي اكس اي بروفيلاكسس وقاية يا لهوي هوبلس كيس انت يا حاجه بتغش من اللي جنبك امتحان فيزياء الله ليه يا جدعان ما هو اهو يا حاجه بتعملي ايه ما فيش كده ابدا هو الغش فين قول لك والنبي لو اللي امتحان برضه اغش من اللي جنبي هو حافظ مش فاهم المهم يعني يلا يا فاكتر اصلا بروفلاكسز ايه بروفلاكسز طيب يبقى لو قال لك ان بتوين اكيوت اتاك هي بروفلاكسز هي بطول جالة كرونيك اللي انت بتقول حافظها انما لو قال لك ادرينالين ان بتوين اكيوت اتاك غلط ادرينالين ايه اللي ان بتوين اكيوت اتاك في الاكيوت اتاك انتوا معاه بالله عليك خد بالك من اللفظ عشان اللي صح وغلط بس تمام طلع على النادي زود استعمال مش مكتوب عندك عارف هتلاقي الكتاب كاتبه في بوكس جنب كده بس مش كاتبه مع اليوز اورثوستاتيك هايبوتنشن اورثوستاتيك هايبوتنشن عارفين انتوا البنات الفرافير اللي تبقى قاعده تقول لك انا اول ما اقف الجليبين وتتكون وتقع عارفينهم دول؟ احنا بتلاقي الصبح كده اللي هو تلاقي وهي بالذات وهي صاحيه من النوم نايمه على السرير تيجي تقوم الشهامه تاخدها تروح قايمه فجاه هوب وتقوم واقفه عامله لك فيها الجليد ولا فين؟ مش عارفين دي؟ دي مشهوره جدا بص يا حبيبي طب عامه عن الاورثوستاتيك هايبوتنشن سنتحدث اورثوستاتيك اكتب جنبها مش عارف مكتوب ولا لا اورثوستاتيك دي اللي احنا بنسميها بوسترال يعني مع الوضع يعني لو سمعت كلمه اورثوستاتيك هايبوتنشن هي بوسترال هايبوتنشن اللي هي بوسترال هايبوتنشن يعني ايه يا دكتور يا دكتوره سواء ولاد او بنات
هو اكتر في البنات. واقول لك ليه؟ سواء ولاد او بنات. بص كده عليا انا نايم اهو، انا نايم. طبعا انت عارف في النوم الجاذبيه مفيش. لما هاجي اقوم انا وقفت كده، المفروض بالمنطق الحاج نيوتن الدم ينزل في رجليه بالجاذبيه، ده المفروض. لا الدم ينزل، ما عادش دم راح للمخ وتلاقي الضغط وطي، ده المفروض. هو ده بيحصل؟ هو انت كل ما تقوم بتتكون؟ لا ما بتتكونش. تتكون ايه؟ اقول لك ليه؟ لانك لما بتيجي تقوم السمباثاتيك بياخد باله ان الدم هيقل والضغط هيقل، يروح السمباثاتيك عامل بازو كونستريكشن عشان يظبط لك الضغط. ده الطبيعي. بعض البنات وساعات الولاد بيبقى عندهم ضعف في الميكانيزم ده، يعني بيكون عندهم السمباثاتيك مش قد كده، فتلاقي البنت لما تيجي تقف يروح السمباثاتيك ما يتعبهاش، يعني السمباثاتيك ما يعملش فازو كونستريكشن عدل، يقوم بقى يحصل الكلام بتاع الاستاذ الدكتور المحافظ نيوتن الجاذبيه. مفيش دم راح للمخ، الضغط واقع، الديب بتروح متكومه، وتقول لك انا الكلام ده ما بيحصليش غير لما اجي اقف، يعني نايمه وجاي اقف، قاعده وجاي اقف. طب وهي طول اليوم غالبا ما فيش حاجه. هي الحكايه مش هايبوتنشن دائمه، هي هايبوتنشن بس مش دائمه، هي غالبا بسبب ضعف في ميكانيزم السمباثاتيك. دكتوره ورا انا لسه بقول لك، هو المفروض لما انا اجي اقف السمباثاتيك يشغل ايه؟ يشغل الفا واحد في الفيسل اهو. المفروض السمباثاتيك يشغل الفا واحد في الفيسل. طب ايه حاجه؟ يعني يعمل ايه؟ فاز كونستريكشن. ليه؟ ايوه انت قصدك دول عندهم ديبريزد سمباثاتيك تون. اه ما ده باثولوجيك ستيت، ده مش طبيعي يا دكاتره. انا ما بتكلمش في حد طبيعي. في تون ثابت للسمباثاتيك اه كلنا عندنا كده، هي لا، هي لا، هي عندها ديبريزد سمباثاتيك تون، وتلاقي دايما تشوف البلط بتاعها تلاقي البلط ملعوب فيه الطبيعي، يعني ما تلاقيش ليها بلط ثابت، حبه تاتي حبه برادي السمباثاتيك بيهبل. يعني يا دكاتره الكلام ده اكتر بالذات في البنات عشان بيكون عندهم عامل اضافي اسمه سولت ديبليشن. سولت ديبليشن يعني دايما بيكون مستوى الصوديوم عند البنات اقل. سولت دي حد عارف ايه علاقه الصوديوم بالضغط؟ اللي هيقول سولت ووتر ريتنشن هعض. يعني اقول لك على حاجه، والدك لما طلع عنده الضغط اسمع يالا، انا بلحقك من شيطانك، انا بس انا بحوش عنك شيطانك، انا عارف اللي بيجري في دماغك، في صراصير بتجري في دماغك. قالوا حكايه سولت ووتر ريتنشن هنصيع. المهم يعني تاني انا بقول لك بلاش بقى، مش انت بتقول لباباك اللي عنده الضغط خف اكل ملح؟ انا بقولش حاجه والله حضرتك، بس هو في دكتور قال يعني. انا بنظم المرور في الشقه حضرتك والله، ابويا انا عارفه مش شبه كده. المهم طب باباك اللي انت عارفه مش شبه ده، مش انت تلاقي الدكتور اللي بيفهم، بلاش انت يا عم الدكتور الكبير. قال له خف ملح الاكل صح؟ ليه؟ اوعى تقول لي صوت انجوتر ولا هيلين تصيع، ما هو هيلين يبقى صوت انجوتر تنجح في الاكل. ايه بقى جدع؟ كلام زي الفل والله، كويس احنا وصلنا للاكسايتابيلتي. انت عايز ايه؟ مش اكسايتابيلتي، اسمها سنسيتيفيتي. انت عايز ايه بقى؟ ليه؟ لا بص يا اسطى، اللي عايز يعرف يعني، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، هي كلمه وهقول سيمبل برضه مش هنتغابر. بلاد فيسل اهو، الفا واحد اهو، مش ده انت؟ هو ده انت؟ مش انت عندك في الدم مثلا نور بنفرين؟ صح؟ عندك في الدم نور بنفرين وادرينالين، عندك والله. الصوديوم اسمع يا راجل، الصوديوم بيزود استجابه الالفا واحد للسيركوليتنج كاتيكولامين. تاني الصوديوم بيزود استجابه الفا واحد للسيركوليتنج كاتيكولامين، يعني الصوديوم بيخلي الريسبتور يستجيب احسن فيعمل بازو كونستريكشن ويظبط لك الضغط، وبالتالي اللي ما عندوش صوديوم بتلاقي الالفا واحد بتاعه ضعيف والاستجابه ضعيفه. فاهمين قصدي ايه؟ فانا بقول لك البنات كاحصائيات بيبقوا سولت ديبليتد اكتر من الرجاله. حلو؟ وبالتالي بتلاقي البنات اكثر عرضه لمشاكل الفا واحد. عشان كده بتلاقي اكثر حكايه الهايبوتنشن في البنات ولا في الرجاله؟ في البنات. فاهمين قصدي ايه؟ يا دكاتره الصوديوم بلا سولت اوفر ريتنشن بلا تحشيش. الصوديوم بيزود استجابه الفاسكولار ريسبتور، الفاسكولار ماسك الفا واحد يعني للسيركوليتنج كاتيكولامين. لو مفيش صوديوم هتلاقي الالفا واحد ما بيستجبش حلو، فما بيعملش فازو كونستريكشن عدل، فالضغط عمال بيقع عمال على بطال. معايا ولا ايه؟ معايا؟ عشان كده اللي ضغطها واطي اقول لها خدي ملح، واللي ضغطه عالي اقول له خف الملح. فاهمين حاجه؟
صلى على النبي. ما علينا، يبقى احنا قلنا دلوقتي ينجز الكلام بلاش عايا، انتوا مش من هوات الطب ولا في دماغكم اصلا. بص يا حبيبي، اللي عندها اورثوستاتيك هايبوتنشن دي وضغطها بيوطى عشان الالفا واحد بيستهبل، ايه علاجها؟ لا انا عندي يا هبة الفا واحد مش شغال حلو، ايه علاجها؟ شغل اهله، شغله، ادي حاجه تشغل الفا واحد. خدنا الحصه اللي فاتت مين؟ فينايل ايبرين، ميدودرين، فاكرين دول؟ الاسامي اللي كانت بتشغل الفا واحد وقلت لك بنعالج الهايبوتنشن. طب ما تديها ده، مش الحاجات دي بتشغل الفا واحد؟ وقلت لك البنات بياخدوها لما يبقى ضغطهم واقع، وبالتالي اللي عندها هايبوتنشن دي تاخد ميدودرين. طب ما انا بقول لك زمان زمان في الطب البائس انشنت ميديسن الاسكندر الاكبر المقدوني برضه كانت نفس مراته كانت بتاخد ايفيدرين لحد ما بقت شمامه وماتت باوفر دوز. خلاص؟ اصل هتلاقي مكتوب عندك الايفيدرين كان بيستخدم او بيستخدم في الاورثوستاتيك هايبوتنشن عصر بائس. انا وعزه جلال الله ما عندي مانع يتاخد، بس نجيبه منين؟ مش موجود. انا مش مانع لو موجود انا واحد هاخده، بس مش موجود. ما علينا، ده انشنت ميديسن. المهم يعني، يبقى انا بقول لك الايفيدرين كان بيتاخد في الاورثوستاتيك هايبوتنشن، انما حاليا ايه اللي بيتاخد؟ الادويه امام ميدودرين. ميدودرين زي فلان ايفرين كده القصه اللي فاتت، القصه اللي فاتت. طيب طلع النبي، نرجع تاني، نرجع تاني. يبقى لما اجي اقول لك يلا كانت ايه استعمالات الايفيدرين؟ برونكيالازم و فينستيمولانت، صح؟ ده برونكيالازم وفينستيمولانت. وقلنا زمان كمان كان بيتاخد في الاورثوستاتيك هايبوتنشن، حاليا ملوش استعمالات. مات الكلام. طب ايه السايد ايفكت بتاعها؟ هتقول لي رقم واحد زي الادرينالين، عشان مش فلوس سايد ايفكت باين، صح؟ اكتب بقى سطر تحتها، سطر واحد. سايد ايفكت الايفيدرين. طب بقول لكم ايه صحيح؟ بقول لكم ايه؟ بقى اكيد اكيد بقى، اخدتوا حاجه للبرد قبل كده؟ كونجستال، دي اند نايت، فلوريست، بنادول كل اند فلو، اي حاجه منهم. بص بص، دي كلها اسامي شركات، انما التركيبه واحده. التركيبه واحده، نفاق شركه من شركه. وهتلاقي 90% من حاجات البرد دي تلاقي لو قريت على علبه يعني، تلاقي فيها كذا وكذا 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 حاجات ثابته، باراسيتامول، كلوفينرامين، حاجات ثابته كده. وتلاقي مكتوب سودو افيدرين. يبقى اقروا كده. سودو افيدرين. سودو افيدرين. سودو افيدرين ده افيدرين ايزومر. عارفين ايزومر يعني ايه؟ شبهه يعني. بس مش بنفس المفعول. او عشان نقول صح، مش بنفس غباوه المفعول. يعني السودو افيدرين ده بيشتغل، والله بيشتغل على السن نفسه وجميل. ما علينا يعني، بس في الدواء البردي بيكون حلو. ما علينا، مش عايز اقعد الخبط. هو انا حاطه في دواء البردي ايه اصلا؟ عشان يعمل ديكونجيشن. ما هو سنته مايميتك، فانا حاطه في دواء البرد عشان يعمل ديكونجيشن. ده ما يمنعش ان هو زلزل افيدرين يعلي الضغط ويعمل ايام سودا. عشان كده الحصه اللي فاتت قلت لك ادويه البرد ما تتاخدش في اللي عندهم هايبرتنشن. لو حد ضغطه مش مظبوط ما ياخدش ادويه منه. عشان السودو افيدرين اتنين ده اهو يعلي الضغط جدا. انا وانت ما عندناش مشاكل، احنا اوغاد. انا بتكلم في اللي ضغطه عالي. معايا؟ انا بقول لك السودو افيدرين ده زي الافيدرين والله، بس اضعف. قصدي اقول لك ايه؟ بيشغل السن لسه. بيشغل والله، بيشغل، بيفوق وكل حاجه. هتقول لي لا يا عم، بس احنا لما بناخد دواء البرد للناس، صح ولا غلط؟ ما هم حاطينه عشان كده. ليه؟ اصل كل ادويه البرد فيها حاجه بتنيم، انتي هيستامينك. لما ناخد انتي هيستامينك اقول لك الانتي هيستامينك بتنيم، بتنيم رهيبه. فهم حطوا صدق افيدرين، قال لك اضرب عصفورين بحجر. اهو من ناحيه بيعمل، ومن ناحيه بيشغل السن ايه؟ فيعاكس تاثير الانتي هيستامينك. فاهمين هم حاطينه ليه؟ يعني هنا حكايه ان هو بيشغل السن نفس دي حلوه مش وحشه، لانه هيعاكس تاثير الانتي هيستامينك اللي بينيم. اي نعم ما بيعاكس ولا بتاعه، بناخد الحبايه بنقع زي الرطل، بس هو حاطينهم بقصد النيه يعني، لان هم كان الناس كانت كويسه يعني. فاهمين قصد ايه؟ حتى صدق في درين جه في الام سي كيو قبل كده. صدق في درين جه قبل كده في الام سي كيو. ايه اللي جه فيه؟ الاستعمال بتاعه ان هو نيزل ديكونجستن. ان صدق في درين نيزل ديكونجستن. كلمه نيزل. معايا؟ اكتب بقى سطر سايد ايفكت. اولا قلت لك زي الادرينالين، يعني اكتب هايبرتنشن واريثميا.
ثانيا زي الامفيتامين في نفس ستيمولان. ودي حاجة يا ريت بالذات امفيتامين يعمل انكزايتي ويركبك المراجيح وكل هو ستيمولان. يبقى تقول لي هو السايد افكت ميكس يعني حبه الادرينالين حاجات القلب هايبرتنشن واريثميا حبه الامفيتامين انكزايتي وانسومنيا وسيجر انكزايتي وانسومنيا انسومنيا مش عارف ينام وسيجر يعني ده بقى ايه قمه المراجيح في الموضوع معاه. فاكرين الواد صاحبي اللي قلت لكم عليه كان ايه الذل؟ اكتبها مهمه جدا ريتنشن وفيورين. اقول لك ليه انتوا عارفين ايه المفروض يعني ريتنشن وفيورين. بص كده بص يا دكاتره بص كده فاكرين البلادر الاسفنكتر ده هيك مش كان فيها الفا واحد؟ مش الفا واحد في الاسفنكتر كانت بتعمل كونتراكشن؟ اه ما الافيدرين بيشغلها. ما قلت لك الافيدرين بتاع كله بس في فرق انه بيتاخد يوميا. هو الادرينالين كان بيتاخد يوميا ده جرعه جرعه وخلاص عشان تنقذ حياه واحد فمش هتلحق تعمل ريتنشن ولا بتاع. انما الافيدرين بيتاخد يوميا 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 ساعات سنين. وبالتالي بعد كام شهر من الاستعمال هيبدا العيان يقول لك انا بخش الحمام بنزل اليوم النقط ريتنشن وساعات يقول لك انا مش قادر خالص ويروح الطوارئ من الوجع ويتركب له قسطره. هو الافيدرين عمل كده ليه؟ شغل الفا واحد في السفنكتر قام عامل لك كونتراكشن مستمر كونتراكشن مستمر في السفنكتر. حتى الكفره بتوع زمان الكفره بتوع زمان كان يقول لك طب الصلاه على النبي ما دام هو بيمسك السفنكتر حلو كده طب نديني العيال اللي بتعملها على روحها بقى يلا. كانوا بيعملوا كده والله الكفره. يعني الاطفال اللي عندها نوكتيورنال انيوريسيز انا بكلم دكاتره الاطفال اللي عندها نوكتيورنال انيوريسيز نوكتيورنال يعني ليلي انيوريسيز يعني تبول لا ارادي التبول الليلي اللا ارادي مش عارفينه؟ التبول اللا ارادي ده مش عارفينه؟ العيال تصيعهم يعني ما كلنا عندنا على مرحله من النوكتيورنال انيوريسيز يعني. المهم العيال بس انا بتكلم على العيال موكوسه الواد بقى خمسه ابتدائي واولى اعدادي واولى ثانوي يعني ده متجوز ومخلف عيال عيال ولسه عنده نوكتيورنال انيوريسيز. فكان الاوغاد بتوع زمان يجيب الواد من شعره ويقوم مديله افيدرين طبعا الواد يبطل نوكتورنال انيوريسيز ويبطل يروح المدرسه ويبطل يتعامل مع بقى ماشي بمطوط وبيغز في الشارع كله بلطجي بقى مدمن. كلام غير مقبول انك عشان تعالج عيل عنده معرفش ايه تروح مديله انت عبيط يلا. بس كان بيعملوا كده زمان يعني كان من استعمالاته زمان في علاج النوكتورنال انيوريسيز. ايه عامه دي زباله الطب ومش عايزك تسمعها. هو السايد ايفكت بتاعه ايه؟ قلب سي ان اس ريتنشن اوف يوريك. قلت لك كان هو مشكلة الواد في كده احتباس البول الدائم معايا ولا ايه؟ صلي بينا على النبي. طيب هتلاقي عندك واحد اسمه كوكايين عايز تعرف فيه كلمة اعرف في اتنين صغيرين احنا فوتناهم مالهمش اي ستين لازمة كده؟ لا بس والله الكوكايين طبعا يعني مشروب الشعب الاول في امريكا. كوكايين مش محتاج اقول لك كراك مخدرات ده مش دواء خالص اطلاقا. ما علينا هو الكوكايين الدواء الوحيد في منه قطرة اطرى العين مش تشتري بشماش لوكال اناستيك للعين بتخدر العين يعني. انما الكوكايين الكوكايين بقى اقول لكم ايه يعني المهم يعني الكوكايين ده الامفيتامين يعني كان بيمنع الايه الريابتيك بتاع النور البنيشن برضه يعني دايركت ولا اندايركت ده الامفيتامين اندايركت كوكايين ده الامفيتامين اندايركت وما هوش دواء وادمان بغباوه وادمان من النوع الهبه فوق يعني سين نس ستيمولان كل اللي خدناهم حتى الان ايه هوبا فوق اللي هو زي الامفيتامين. لو جاب في ام سي كيو ويبقى ام سي كيو غبي عشان ده مش فارما اصلا ده شرعي مسموم شرعي يقول لك لو حد جاي لك بكوكايين اوفر دوز شمام وجاي بكوكايين اوفر دوز يا اما تسيبه عشان ما عزمش عليك يا اما تديله ايه؟ هو سي ان اس ستيمولان المنطق بيقول يبقى علاجه ايه؟ ادي حاجه سي ان اس ديبريسن علم عندك على كلمه بنزو دايزيبين. هناخدها في السن ناس بنزو دايزيبين دي عيله من المهدئات والمنومات دي اللي احنا بناخدها كمنوم لو حد فيكم خد منوم او كده عارفين الفاليوم والزنكس سلام كالميبام ازبرت ايه الغباء اللي انتوا فيها دي؟ ايه يا جدعان؟ عمركم خدتوا منوم بتناموا طبيعي كده زي البني ادمين؟ انتوا موهوبين يا ولاد والله انتوا موهوبين فعلا وحياه ربنا الواحد بيحقد على بيعرف ينام عادي بس ها؟ ايه؟ لا 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 مش مضر اطلاقا
مين قال ان هو مضر اساسا؟ بس مش مضطر ان تاخده كل يوم. مين قال ان هو مضر؟ يعني انت بقالك عايز تنام وخدت لك حبايه كل اسبوعين مره، فين الضرر في كده؟ الضرر انك تاخده يوميا بجرعه عاليه اكثر من 6 شهور. نبدا نتكلم في ادمان. دي حاجه اسمها جدول به، ادمانها صعب قوي، ده ادمانها صعب جدا. ولو حد ادمنها يبقى مخه تعبان يعني، ما بتعملش ادمان اصلا، بس كده ليها مدخلات، بتتكلم جد بتنيل. انت بتشوف احمد حلمي في الفيلم يقول لك ايه ما لا لا لا، وياخد النص حبايه وزد. فين الدماغ؟ انت مش هتلحق تستوعبها اصلا. يا دكاتره اي حاجه من دي لو اتاخدت صح مش مضره ولا حاجه، المداومات يعني. مش طبيعي انك تاخد كل يوم مناوم، ده مش طبيعي. انما ممكن تاخده لظروف. في ناس بقى ماشيه عليه حاجات ثانيه. ما علينا. ما هو مش بس مناوم ومهدئ كمان. مين برضه؟ طيب ما علينا. عموما في الترم الثاني هناخد ايه؟ الناس اللي بتحب اللي يحب ينتحر. بس ينتحر بقى كيوت. كيوت. ما انت يا غبي هتتعذب هتتعذب فوق، ليه تتعذب تحت كمان؟ يا غبي. يعني اذا كان لابد من العذاب يبقى خد حاجه ليها النص. عارف يا دوبك تلقط الحبايه قبل ما تستوعب انك بلعتها تلاقي في اتنين طالعين يحاسبوك. بسرعه جدا. وان واي اوعى بقى. في حاجات كده، في حاجات كده بقول لك عليها بعدين. المهم صلي بينا على النبي. هتحتاجوها قبل الامتحانات. المهم بص يا حبيبي. عادي عادي كلنا عندنا مشاكل. بص على الدبور. يبقى انا بقول لك الافيدرين السايد افكت تكتب ياه هايبرتنشن اريزميا والريتنشن اوف يورين ده حاجه والسين نيت ستيموليشن ده السايد افكت. والكوكايين قلنا بس تعرف فيه كلمه بنزو دايازيبين. ان علاج التسمم بتاعه بنزو دايازيبين بس كده ده اللي تعرفه هنا. في دواء عدى كده وسط الكلام سطر والله العظيم بيموتوا فيه في الام سي كيو الملدوبان دوبامين ريسبتور الاجونست. شفتوه؟ رقم سطر كام؟ 51 51 اكتب عليه هام جدا. اول مره يتحط في الكتاب من 3 سنين وبقاله 3 سنين يجي في الام سي كيو. يعني ساعة ما نزلوه في الكتاب بيجيبوه كل سنة، يا دور أول تأجيل. إنت كيو في الأندوبان. أنا عايز حد يلغيني بس والنبي. صلوا على النبي. الفينولدوبان ده ارجع بالذاكرة 70 سنة لورا. دي 1 أجونست. دي 1 أجونست. يعني ده أخصائي دي 1. فاكرين دي 1؟ دي 1 ده كان موجود في البيتر وكان بيعمل فازو حلو قوي. بص بقى لما أقول لك دي العين. دي العين اهي سيبها دلوقتي في جنب. طب الاول صح لفوق الناس ايه؟ هو انت لما تشغل دي 1 إيه كان موجود في الرينال بس ولا في الجسم كله؟ والله في الجسم كله. وبالتالي هيعمل فازو. طيب محترم محترم. ويعمل ايه في الضغط؟ قوي قوي. انا عايز اوصل لك حاجه. الدواء ده بيتاخد وريد في المحلول زي الدوبامين كده بيتاخد في المحلول ولما بيتاخد بيوطي الضغط جدا. هو انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك ما تروحش تدي لابوك وتقول له دواء ضغط حلو. دواء ضغط ايه اللي حلو؟ اقول لك بيتاخد في المحلول وبتاع طوارئ بيوطي الضغط بغباوه. يبقى اوعى تقول في علاج الهايبرتنشن. لا هايبرتنشن ده اللي عندي وعندك. لا يا حبيبي ده بيتاخد في حاجه اسمها الهايبرتنسيف ايمرجنسي. عارف الناس اللي تلاقي اوبا ضغطها بقى 240 170 ودخل في نزيف في المخ. ضغطها 230 160 ودخل في هارت فيلير من الضغط. اهي دي اسمها هايبرتنسيف ايمرجنسي. واحد بالمنظر ده ما ينفعش يبقى زي الحاج عندك تديله حبايه بار اللي هو افتح بقك القف الحبايه. القف حبايه ايه؟ ده لازم تديله حاجه سريعه. فالفينولدوبان بيتاخد ان هايبرتنسيف ايمرجنس. كل كلمه تدي جنس كيو. فينولدوبان ده جنس مليته ايه؟ يعني بيشغل مين؟ دي 1 اجنس. يقوم عامل بازو يروح موطي الضغط قوي فما يتاخدش في الضغط العادي يتاخد في الضغط القوي بتاع شديد قوي. معايا ولا ايه؟ طب انا رسم لك العين ليه؟ زود عندك سطر بقى سايد اف. زود عليه سطر سايد اف. ما انت هتلاقي الكتاب كاتب لك اللي انا قلته. ده بيشغل دي 1 بازو دايليتيشن يوقع الضغط قوي فبتاع هايبرتنسيف مصايب في الناس اللي بتكون محبوسه في المستشفى دي. ماشي؟ اكتب بقى سايد اف. يا دكاتره طب انت لما تدي في نولدوبان مش انت عندك في العين اهو عندك في العين سيلياري بيسل اللي هي في السيلياري بودي. طب لو تفتكروا هي مش السيلياري فيسلز دي. بص يا اسطى ورا مش السيلياري فيسلز ده اهي مش دي اللي كانت بتفلتر الاكواس الاكواس تيومر اهي. انتوا عارفين الاكواس بتفلتر من هنا يروح راح على البوستيريور شامبر وبعد كده يعدي من البيوبل وبعد كده يدخل على الانتيريور شامبر. فاكرين الكلام ده؟ بيحصل له درينج طبعا. وانت عارف لما بيطلع قدامنا اهو بيقعد يزق على الكورنيا يقعد يزق كده اهو
عشان يعمل what's so called intraocular pressure. هو انتوا ليه مستعجلين؟ انتوا عارفين الكلام ده. الاكوا بيطلع من الفيسل يعدي على قدام يزق على الكورنيا يعمل intraocular pressure. الناس اللي عندها intraocular pressure عالي اسمهم جلوكوما. الماس زرقاء بيسموها كده جلوكوما. ولو ما اتعالجتش ممكن يتعمي. ما علينا. اسمع يا دكتور. طب هات بقى الفينوزوباء. علق فينوزوباء. بيعمل في كل الفيسل برضه بما فيها السيلياري فيسل. يعني بيعمل في السيلياري فيسل برضه دايليتيشن. يلا شلني. لما السيلياري فيسل يوسع الدم فيه يزيد. لما الدم يزيد الفلتره تزيد. ولما الفلتره تزيد الاكوا تزيد. والضغط بتاع العين تزيد. منجز الكلام واضح. الدواء ده ما ينفعش في اللي عنده اوصله الضغط واعميه. فاهمين الكلام؟ الدواء ده ما ينفعش في اللي عنده جلوكوما. ما انت عندك 50 بديل. بنشن لي على ده ليه يعني؟ يعني لو حد عنده جلوكوما في 50 دواء يوصل الضغط طوارئ. ما حبكش ده معاه. اكتب عم الحاج اكتب جنب راسها الايفكت انه بيزود الانترا اوكولار بريشر. بيزود الانترا اوكولار بريشر باي انكريزنج ايكواس فلتريشن. اكتب ياه. اكتب الوطين انت وهو. increase the intraocular pressure by increasing the aqueous filtration. شد سهم وقول contraindicated في الاولاد اللي عندهم جلوكوما. يبقى contraindicated في اللي عنده جلوكوما. في دقيقة. قبل ما اقول دواء كمان في دقيقة. يلا يا واد. افيدرين كان ايه ميكانيزم؟ دايركت والدايركت في نيت. وكان بيستعمل في ايه زمان؟ ما تردوا يا دكاتره. كان بيستعمل في ايه؟ ممكن الازمه اكيد ولا كرونيك؟ كرونيك. وكان بيتاخد كمان كاتين نيت. وفي البنات اللي بيحصل لها هايبو تنشن. وقلت لكم السايد افكت بتاعه انه بيعمل تين نيت ستيموليشن. وفي القلب اريثميا وهايبر تنشن. ده صاحبي كان بيجي له يورين تنشن. طب غير كده الكوكايين لو حصل فيه تسمم علاجه ايه؟ بنزو دايزمين. امال كان خدنا دواء النهارده اسمه تيزانيدين. اول حصه تيزانيدين بتاع السباينال كورد فاكرينه؟ اللي كان بينقص المصل بس فبيتاخد في الناس اللي عندها شنوجات في العضلات. بلاش بلاش ده. امال في الفينوزوبام ده بيبيع ايه؟ ده دي 1 اجونست. دي 1 اجونست بتاع دي 1 وكان بيتاخد في الهايبرتنسيف ايمرجنت. والسايد ايفكت ان هو بيعمل بيعلي ضغط العين يعني، فوحش في الجلوكوما. معايا ولا ايه؟ مجمعين الكلام؟ ده اللي قلناه. فصلى على النبي. هتلاقي عندك كده جدول مكتوب فيه الاستعمال الاساسي لكل دواء قلناه من اول ما بدأنا. يعني اللي عنده كذا ياخد ادرينالين، اللي عنده كذا ياخد فينوزوبام، اللي عنده كذا ياخد مودافينيل وهكذا. شايفين الجدول ده؟ عشان ام سي كيو هو تجميع اللي قلناه. يعني اللي عنده كارديك اريست ياخد ايه؟ يا نهار اسود ومهدد ادرينالين. اللي عنده ناركوليبسي ياخد ايه؟ ناركوليبسي ودافينيل مثلا. فاهمين حاجه؟ اللي عنده اكيوت هايبوتنشن ياخد نورادرينالين. اللي عنده هايبرتنسيف ايمرجنسي النهارده ياخد فينوزوبام. برونكيال ازمه ياخد سالبوتامول. نجمع لك الحاجات دي بس كتجميعه كده اللي شرحناه يعني. طيب احنا كده قلنا الادويه. يعني احنا كده شرحنا الادويه اللي بتشغل الفا وبيتا. طب هوبا العكس بقى. اعتقد انتوا خلاص حتى اللي ما سمعش الريسبتور بقى عارف الريسبتور بتعمل ايه؟ الفا بتعمل ايه وبيتا بتعمل ايه؟ حتى لو وراها يعني. هناخد العكس اللي يقفل الريسبتور. هنعكس الكلام. هنعكس الكلام. يعني مثلا مثلا ولا يا واد الفا واحد في الفيسل بيعمل بازو لو قفلتها هيحصل بازلايزيشن. هنشوف ازاي؟ طلع على النبي. هنبدا اول حاجه مش انت عندك الفا وبيتا فهيبقى عندنا الفا بلوكر وبيتا بلوكر. اول حاجه الالفا بلوكر. غالبا اخر السنه اول سؤال في كل ورقه معلى ارض. غالبا اول سؤال في كل ورقه يقول لك كلاسيفاي. يجي سؤال اسمه كلاسيفاي. يعني ايه كلاسيفاي؟ قسم. يديك عيله ويقول لك قسمها صحه عشان يقول لك اسامي الادويه بس باربع درجات. يعني مثلا من اشهر الكلاسيفاي يقول لك كلاسيفاي الفا بلوكر. كلاسيفاي الفا بلوكر اللي مكتوب عندك اول اربع سطور. عم الحاج ورا انت عندك كام الفا؟ الفا واحد والفا اثنين. تمام؟ طيب اول حاجه
كالمعتاد دائما المحاولات الاولى ما تكون زباله. يعني دايما في الطب لما بيجي او المحاولات الاولى تفضلهم طبعا بس بتكون زباله. يعني اول ما بيجي يعمل بيعمل حاجات نان سيلكتيف، زي اول ما بيجي يخترع في الادن استقطاع ادرينالين ونان سيلكتيف. يا اسطى المحاولات الاولى دائما ما تكون زباله. اول التقسيمه دايما ترقع ان كان في حاجات نان سيلكتيف. يعني ايه نان سيلكتيف؟ يعني بتقفل الفا وبتقفل الفا واحد واثنين، بتقفل الفا واحد واثنين. بعد كده ربنا وفقهم بداوا يعملوا حاجات، وبالتالي بقى عندي سيلكتيف الفا 1 بلوكر، وبقى عندي سيلكتيف الفا 2 بلوكر. وانت عارفين دلوقتي ما بنستخدمش احنا غير الحاجات السيلكتيف دي، مفيش دكاتره بتكتب نون سيلكتيف يعني عموما في الطب. يعني صلي على النبي. يبقى اول ما عملوا نون سيلكتيف ربنا وفقهم وعملوا سيلكتيف، وبالتالي السيلكتيف بقى منه الفا 1 والفا 2. وهتلاقي عندك في الاخر عيله هناخدها الحصه الجايه اسمها الارجوت الكالويد، هنشوف ده حكايتها ايه. ارجوت الكالويد دي برضه بلوكر بس ليها حكايه لوحدها كده. طيب صحيح ما بلاش اخبط. في فرق بين كلمه الكالويد وكلمه الكالاين، هتشوفوا ان الكلمه دي ليها معنى بعد كده. هيطلع لك حد بقى يقول لك هو مش ده الدواء ده الكالويد، يبقى ازاي بقى في الاسيد يالا؟ وتقول لي جاب الكالويد لاسيد يالا. الكالويد يعني حاجه مشتقه من نبات، الكالويد مش معناها الكالاين خالص. هو انتوا بتلزقوا خلاص؟ بعض مشتقات النباتات اسمها الكالويد. الكالويد ده مش يعني الكالاين. ما علينا هتشوفه بعد كده، انت هتشوف امتحان. المهم حط الارجوت ده طالع من بلانت الكالويد يعني. ركز يا عم الحاج، يبقى احنا اتفقنا دلوقتي عندك اربع حاجات. تعال نبدا اول حاجه بالحاجات النون سيلكتيف. نون سيلكتيف هتلاقي عندك دواء اسمه الفينوكسي بنزامين. فينوكسي بنزامين لا زلنا عمالين نتكلم في تاريخ الطب بس الكتاب كاتبه، هنعمل ايه؟ هيستوريكال برضه. فينوكسي بنزامين ده هيستوريكال، بس في كلمه مميزه موت اول مره تيجي في المنهج، وهتيجي في المنهج سبع ثمان مرات، وكل ما هتيجي هقول لك خدناها فين قبل كده. هتقول لي قول انت بقى. هقول لك انا الكلمه اللي الجديده، ركز يا حبيبي. اولا من التقسيم معايا يا دكتور، ركز يا برنسيس. اما اقول لك نون سيلكتيف الفا بلوكر، نون سيلكتيف خلاص الميكانيزم باين ان هو بيقفل مين؟ الفا 1 و2. ده الميكانيزم، دواء بيقفل الفا 1 و2 هو ده الميكانيزم. ركز بس معايا، انما وحياه ابوك تركزوا وارجع بالذاكره 37 سنه لورا ثانويه عامه. بص يا حبيبي، فاكرين انواع الروابط؟ الرابطه الايونيك الايونيه والتساهميه الكوفلنت، في الحاجات دي؟ بص بقى يا حبيبي، لما اقول لك ده ريسبتور يا دناي، ده ريسبتور اسمه اي حاجه، ريسبتور اسمه حماده اي حاجه، ريسبتور، وده دواء مسك في الريسبتور اي حاجه، دواء مسك في الريسبتور سواء الدواء اجونست او بلوكر، دواء مسك في الريسبتور. اسمع ورا القاعده العامه في الطب، ده احنا صم بقى، القاعده العامه في الطب ان الادويه بتمسك في الريسبتور بروابط ضعيفه. الادويه بتمسك في الريسبتور بروابط ضعيفه اللي هي الايونيك بوند والهيدروجين بوند. عارفينهم؟ الرابطه الايونيه والرابطه الهيدروجينيه. الحاجات دي ضعيفه جدا. يا ابني الرابطه دي لو عملت لها كده تسيب الريسبتور. والله. باللمس كده تسيب الريسبتور. وده المنطق. وده المنطق. هو الدواء ده مخلد. ما لازم يسيب الريسبتور في حاله بعد كده. انتوا فاهمين حاجه؟ دي القاعده. يعني لما انا ما بقولكش الدواء ماسك ازاي، انت بتعرف ضمنا انه ماسك عادي، ماسك بايونيك بوند يعني. فاهمين حاجه؟ انما بقى الشاذ هو اللي هقولك عليه. يعني لو دي حاجه شاذه اقولك امسك ده شاذ. اول واحد شاذ اللي قدامك ده اهو، فينوكسي بنزامين. وحياه ابوك تركز بقى وهنستنتج من ده. لا صحصح يا دكتور، فينوكسي بنزامين بيعمل ايه بقى؟ الفينوكسي بنزامين بص كده ركز، بص الفينوكسي بنزامين بيمسك في الريسبتور برابطه كوفيلنت. يعني ايه كوفيلنت؟ تساهميه. كوفيلنت يعني رابطه تساهميه. في اعدادي ولا في اولى ثانوي كان يقعد يحفظك ان الرابطه التساهميه، صلى على النبي، رابطه قويه لا يمكن كسرها في درجات الحراره العاديه. صلى على الله مزيكا يا جدعان. ايه؟ الرابطه التساهميه رابطه قويه ولا يمكن كسرها في درجات الحراره العاديه. اهو كان يعني عشان تكسر رابطه تساهميه كنت المفروض تسخن فوق ال 100. حتى دي فاهم يعني 100 درجه مئويه. المفروض
تسخن فوق ال 100 درجه مئويه ده بجد. عشان تكسر رابطه كوفيلنت لازم تتعدي 100 درجه عشان تعرف تكسر الرابطه. طبعا ينفع تسخن البني ادم فوق 100 درجه؟ ده انت بيبقى حرام تسخن بعيد وتبقى بتفرفر زي الكتكوت المبلول. ما بالك بقى 100 مين؟ 100 مين يالا؟ 100 ايه؟ عم الفرن امتى؟ مفيش مياه في البني ادمين. انا بقول لك لو دواء مسك في ريسبتور برابطه كوفيلنت يبقى قابلني انساه. يبقى قابلني انسابه. يعني لما اقول لك يا دكتور ورا في نوكس بنزامين بيمسك في الريسبتور برابطه كوفيلنت هتقول لي يبقى الماسكه دي ايه؟ ايرريفرسبل. الماسكه دي ايرريفرسبل. حد قاعد مش فاهمني؟ الماسكه دي مش هتسيب ايرريفرسبل. هتقول لي استنى ده يبقى كده بقى مش بينهبت الريسبتور ده بيبوظه. اه بيبوظه. الريسبتور باظ. ما هو مش هيسيبه. انتوا معايا ولا ايه؟ صح بقى. انا عمال اصحح ايه اللي الدفعه الغم دي؟ ده الناس عماله تصحح واحد واحد. صح يا دكاتره؟ انا بقول لك دلوقتي ان الفينوكسبنزامين بيمسك في الريسبتور برابطه كوفيلنت ومش هيسيب. ما هو كلمه مش هيسيب يبقى كده بوظ الريسبتور. اه بوظ الريسبتور. طب لو بتفهم بقى هتقول لي ما دام هو بوظ الريسبتور يبقى الدواء ده مفعوله في الجسم هيقعد لحد امتى؟ شغال من فوق لوجه الله. ايوه لحد ما الجسم يصنع ريسبتور جديد. هيفضل مفعوله شغال في الجسم لحد ما الجسم يعوض ويعمل ريسبتور جديد. وطبعا الريسبتور بيتعمل في قد ايه بتفرق من ريسبتور لريسبتور. يعني في حاجات في ساعات وفي حاجات في ايام. فمش حاجه يعني مثلا انت عارف الفا ريسبتور اللي باظ ده الجسم بيقعد 50 ساعه على ما يعوضه. وناس تقول اكتر. يعني يومين وشويه على ما يعمل ريسبتور جديد. هتقول لي نهار اسود بص عليا. يعني حقنه الفينوكسبنزامين اصل هو حقن. حقنه الفينوكسبنزامين بتتاخد تقعد مفعوله شغال يومين وشويه. اه. طويله المفعول جدا. فمش حاجه. الحاجات دي مش حلوه. انا ليه ادي دواء بالغباوه دي؟ يعني ليه ادي دواء بالعنف ده لما انا عندي حاجات ريفرسبل وحلوه تشتغل كام ساعه؟ طب انا بتحكم فيها. انتوا فاهميني؟ علم على كلمه ريفرسبل بمليون شرطه. على كلمه ريفرسبل وعلم على كلمه كوفيلنت ب 5000 شرطه. بقول لك ايه في المنهج كله سبع مرات. سبع مرات سبع ادويه هيمسكوا كوفيلنت. ادي اول واحد اهو. وافتكرني كل ما يجي حد يقول لك زي مين والله ما تفتكر. فينوكسبنزامين كوفيلنت اهو. ما دام كوفيلنت بقى ريفرسبل امال بقيه الادويه تمسك بايه؟ بايونيك او بهيدروجين. يعني روابط ريفرسبل. بالله عليكم اللي مش فاهم يقول. الكلام ده يفرق في حاجه؟ اه يفرق. ان اي دواء هيمسك كوفيلنت يبقى مفعوله طويل جدا. معايا ولا ايه؟ صلى على النبي. يبقى احنا كده قلنا الميكانيزم. يبقى قول بقى الميكانيزم على بعض. ان هو بيمسك في الفا واحد واثنين كوفيلنت وبالتالي يعمل الريفرسبل بلوك. يعمل الريفرسبل بلوك يعني ان الاخر بيبوظ الريفرسبل. فاهمين حاجه؟ طيب تعالى بقى للكلام الاهبل. اصطى للكلام الاهبل بقى اللي مش محتاج اقوله. بص كده. ما هو لما هيقفل الفا واحد بص كده على السبوره. لما هيمسك الفا واحد اهو بص كده. اي فيسل فيه الفا واحد وفيه قولوا بقى الفا واحد بيعمل بيتا اثنين بيعمل وبيتخانقوا وبيتخانقوا على طول صح؟ طب انا اديت دواء اسمه فينوكسبنزامين اقفل فينوكسبنزامين اهو هيعمل ايه؟ بص بص هيروح قافل لك ده. طب لما يقفل الفا واحد مين اللي بقى شغال لوحده؟ مين؟ يروح حاطط في الجسم كله فازه والضغط يحصل له ايه؟ قوي. مش يقل يقع. اوعى تنسى الدواء ده حلوف قوي مفعوله عنيف. لا وضغطك هيقع ايه؟ يومين. يومين متصل ضغطك واقع. هتقول لي برضه واضح انه يعني ايه؟ لازم نظبط زرعته ويستحسن لو في مستشفى يعني قدام عينك ويستحسن يا حبذا لو ما اديتوش خالص اللي هو مقرف فعلا وانت عندك بدائل. الدواء ده عنيف. الدواء ده عنيف. وقلت لك بطل استعماله برضه بطل استعماله خلاص. ده كابتن اسمع حاجه اسمها الفيو كروموسايتوما. ايه الفيو كروموسايتوما؟ لو دي كده الادرينال انتوا عارفين ادرينال جلاند. الادرينال لها كوبتكس وليها الكوبتكس بتطلع انتوا عارفين الاسترويد. انما المظله كانت بتطلع ادرينالين. المظله كانت بتطلع كاتيكولامين ادرينالين بالذات. عم ورا ورا فيو كروموسايتوما ورم رذيل بس نادر. يعني انا بتاع اورام من 2006 ولا من 2006 اه ما شفتوش الا مرتين. مرتين غريب جدا. ورم غريب.
وغالبا ان شفته هتشربه. يعني قصدي هيعدي عليك شهر واثنين وثلاثه ما انتش عارف وما انتش شاكك فيه من هو غير اصلا. يعني هتلاقي دايما الحاله بتجيلك بالقاس والتحاليل، مش ده ورم وعمال بيدف ادرينالين؟ ورم بيدف ادرينالين، ما هو ورم طالع من المضله، ده ورم طالع من المضله وعمال بيبخ ادرينالين. العيان ده بيبقى عنده في الجسم ادرينالين بالهبل، يبقى عنده ادرينالين بالهبل. بص كده، بص المنظر ده، البلاد فيسل اهو، والعيان ده عنده ادرينالين بالهبل طالع من الورم، الورم مطلع ادرينالين بالهبل. وانت عارف الادرينالين بيشغل انفه واحد وبيشغل، ردوا عليا بقى، الاثنين يعني، بس مين اللي هيكسب؟ افواه اللي بيكسب دايما. انت عارف انفه واحد كونستريكشن بيتا 2 دايليتيشن، بس انفه واحد اللي بيكسب. فعشان كده بتلاقي مريض الفيو كيموسايتوما دايما ضغطه في السماء، بتلاقي دايما ضغطه في السماء، هو دايما بيجي لك يشتكي من كده. يعني هو بيجي لك عيادتك يقول لك انا ضغطي ما بينزلش، باخد ثلاث ادويه ضغط مع بعض وما بينزلش. ودايما في البطن هيعلمك لو انت بتفهم، يعني لما العيان يوصل لثلاث ادويه ضغط مع بعض والضغط برده ما بينزلش، ابدا شك في ضوافر ايدك، يعني سسبكت ان عنده حاجه سبيشال. يطلع بقى كوشنج ديزيز، يطلع فيه كوموسايتوما، يطلع زي ما يطلع، بس هيطلع حاجه، صدقني هيطلع حاجه، مش هيطلع ضغط عادي يعني، ركزوا معايا، طلع النبي. يبقى انا بقول لك فيه كوموسايتوما بيبقى عنده مشاكل كتير، منها الاريثميا، ادرينالين، منها الضغط العالي، تمام؟ انا عايز اعالج المنظر ده، ايه علاج الفيو كوموسايتوما؟ العيال هبل، العيال هبل، ورم ورم، شيل اهله، شيله، انت بتعذب العيان ليه؟ شيله يا حبيبي، امال احنا فاتحين مركز الاورام ده بندافع عصر القصب، شيله يالا. اي ورم علاجه سيرجي، بس ده اذا كان اوبرابل، يعني اذا كان ينفع يتشال. لو الجراح الوغد قال لك ينفع يتشال، لانه ساعات بيبقى حجمه هيوج، حجمه حلو كده في صلع النبي، وتلاقيه ماسك في فيسلز خطيره. يعني واحد زي ده تلاقيه ماسك لك في رينال فين، ماسك في رينال فين، اللي هو لو الجراح مقطع بضعفه مش هيفتح فيه، لانك اول ما هتفتحه رينال فين هيشيع وهيموت معاك في العمليه بنزيه. وبالتالي الجراح بيشتري دماغه ويقول لك انه اشرب، اللي هو احنا بقى، احنا ميديكال اونكولوجي، عارفين الفرق اصلا؟ احنا اللي بندي كيماوي وبنزرع نخاع والحاجات دي، احنا الوحشين بتوع الاسلحه الممنوعه، كيماوي واشعاع وحاجات دي. المهم يعني، فبتاع الجراحه خلاص ما دام الحاله معاه خلصانه خلصانه، اظرف على فوق على الدور الثاني. احنا انت تجيبه من شعره، هو ميت ميت عشان بس نكون متفقين، والله والكلام ده اكل عيش، والفيو كوموسايتوما ما بتستجيبش لاي حاجه، وميت ميت بقول لك، بس هو يقعد له كام شهر وهيموت، على الاقل يقعد كام شهر عدل يعني، ما يفضلش قاعد بالضعف في دماغه ومناخيره بتجيب من الضرب. ادي له حاجه تظبط الضرب، صل على النبي، للاذكياء فقط، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، هيصنع الطالب الواجب، وكم من طلب اوجاب. يقول لك بص بقى، انا هديك دواء لو والله العظيم في جيبي كده ما بيطلع غير الحبايب، طلع يا عم الدواء من الكرتون. يقول لك هو عنده ضغط ليه؟ قول يا اخوي، قول يا متدلع. يقول لك مش عشان الفا واحد شغال، انا اقفل له الفا واحد، صعبه دي اهو، ادي فينوكس بنزامين يا عم اهو، راح قافل الارض، برافو عليه. في الاول كان الادرينالين الكتير بيشغل ده وده، وكان الفا بيكسب. طب لما انت تقفل له الفا ما عادش قدامه الا مين؟ يروح كل الادرينالين شغال على ويقوم ضغطه واقع ويموت. ايه والله العظيم ما هيتنم تاني يوم، والله ما هيتنم تاني يوم. يعني هياخد منك الدواء من ايدك قطعها، يروح البيت ياخد البتاع بالليل نصلي عليه كلنا. يبقى حاله زي دي ينفع عند الفا بلوكر؟ لا. هتقولي بس يا عم سبقنا لموت العيال ليه؟ انتوا فاهمين انا قلت ايه؟ انا بقول لك يا واخد، لو اديت الفا بلوكر لوحده هيقوم الادرينالين شغال على البيتا وموت العيال، هيموتوا بهايبوتنشن، الضغط هيوطى. يقول لك بس يا عم انت هتشنج ليه؟ اه بديله بيتا بلوكر. يا غبي يا غبي، ما انت لما هتدي بيتا بلوكر هيقوم الادرينالين كله شغال على مين؟ على الفا، وبدل ما كان ضغطه 170 يبقى 220 ويموت بنزيف في المخ. هو ما دام جالك ميت ميت، والله هو ابن موت اللي جابه ليك اصلا، اللي جابه ليك. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ ولا ما ينفعش ادي الفا بلوكر لوحده، لانه هيشتغل على البيتا وهيموتك. ما ينفعش ادي بيتا بلوكر لوحده، لانه هيشتغل على الفا وهينفخك. وبالتالي الحل ان انا اقفل الاثنين،
انت عارف لو قفلت الاثنين، اسمع يا ابني ورم، ما انت لو قفلت الاثنين هيبقى كده الورم يوزلس، قصدي الورم كنشاط، الورم بتطلع ادرينالين والادرينالين مش عارف يشتغل، ما انت قافل له الفا وقافل له بيتا. فاهمين حاجه؟ عم الحاج الفيوكروسايتوما اذا كان ما ينفعلوش عمليه يبقى قافل له الفا وبيتا، يعني اديله فينوكسيبنزامين عشان يقفل الفا، واديله كمان بيتا بلوكر. هناخده من الحصه بعد اللي جايه وهقول لك ان البيتا بلوكر اي دواء في الطب، اي دواء في الطب اخره المقطع لول، يعني لما تلاقي اي دواء اخره مقطع لول ده بيتا بلوكر. هناخده بعد حصتين، هنقول لك بروبرانولول، بيزوبرولول، اتينولول، اي لول ما تفكرش بيتا بلوكر لول بقى. فاهمين حاجه؟ اسمع ورا، ايه علاج الفيكوموسيتوم؟ الفا بلوكر زائد بيتا مع بعض، يعني ادي فينوكسيبنزامين وادي. طب بقول لك ايه للاذكياء قوي بقى، انت قلت اهو ادي الفا بلوكر زي فينوكسيبنزامين وادي لول بيتا بلوكر، يعني ادي مين الاول؟ مش كده الثلاثه؟ يعني ادي الفا بلوكر الاول وبعدين بيتا بلوكر، ولا بيتا بلوكر وبعدين الفا بلوكر، ولا اديهم سوا، ولا ما اديهمش وبلاش قرف؟ طبعا يقول لك طب بيصيع، طبعا اللي بيفهم اللي بيفهم هيقول الفا الاول، ولو هو فكر صح هيحسبها ازاي؟ سمعت؟ طب طالي كلام يا دكتور، هو لو بيحسبها صح يعني العيان قبل ما ياخد اي دواء، قبل اي حاجه خالص، ضغطه كام؟ ضغطه عالي اصلا، هو ضغطه اصلا 170 110 من غير ما نمسه، وبالتالي تديله الفا بلوكر الاول بحيث الضغط يبدا يوطى شويه، وقبل ما يوطى قوي اقفل بيتا، ولا ابدا ببيتا بلوكر يقوم الفا شغال بزياده، يروح بدل 170 110 يبقى 200 بقى 130. فاهمين حاجه؟ يا ابني هو اصلا ضغطه عالي، لما تيجي تبدا ابدا بالفا بلوكر. الاسئله دي بتبقى شديده القذاره في الجبريز، بتبقى اسئله شديده القذاره، يعني يجي يقول لك ايه؟ جبريزو. طبعا الجبريزو المنطقي انه يقول لك ليه بدي الفا بلوكر مع بيتا بلوكر في الفيوكروموسيتوم، يبقى ده جبريزو منطقي وحلو اللي عندك في البوكس في جنب. هتلاقي كده كاتب البوكس كده في جنب. هتلاقي كاتب بوكس عن الفيوكروموسيتوما. يا جدعان وحد ابوك بس عشان نتفق مع بعض على حاجه، هو انا قلت الهلس اللي بقول ده علاج لحاجه؟ مش قلت لك ميت ميت؟ ده بيسموه سيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك تريتمنت علاج عرضي. او لو انت دكتور كنت هقول لك بيسموه اند اوف لايف كير. انت مش دكتور لسه. بيسموه ده الاند اوف لايف كير. ما هو ميت ميت. لازم هتعمل له اند اوف بالياتيف كير. علاج قلشيفي. بس هو مش علاج لحاجه. لان هو كان علاجه انك تشيل الورم. وما كانش نعذر والله، الجراح قال لك والله كان فيه خلط، ما ينفعش يتشال. انت كدكتور احنا كبطنجيه شغلانتنا بندفن الحالات، احنا بندفن بس. فبتقعد تدي له حاجات كده لحد ما يقابل وجه كريم. فاهمين قصدي ايه؟ بس، صلي بينا على النبي. يبقى السؤال لو جه قال لك جبريزو، ليه ده ادي الفا بلوكر مع بيتا بلوكر في علاج الطماطم؟ هتقول له والله عشان الفا بلوكر يعمل كذا وبيتا بلوكر يعمل كذا اللي مكتوب عنك. حد يتغبى قوي وتعشم قوي في دماغك، وراح قايل لك جبريزو. Why we must start with alpha blocker before beta blocker in treatment of phacocytoma. هو ما بيقولكش انا بديهم ليه؟ ده بيسألك عن الترتيب. بيسألك عن الترتيب هتلاقي كتاب برضه كاتبها في سطر هو نفس البوكس. الكتاب مش كاتبها عادي، اكتب انت بقى بجنب. هتلاقي كاتب لك كده سطر تحت قبل البيتا بلوكر. هو كاتب لك ليه ابدا بالالفا بلوكر دي الاول؟ منطقي، منطقي ان ابدا بيها الاول. فاهمين حاجه؟ معايا ورا ولا ايه؟ اخد كلمه بس تلاته، اخد كلمه بس حبيبي. بقول لك ايه؟ مش انت عايز تقفل الفا وتقفل بيتا؟ صح؟ يا سلام سلم يا حبذا يعني. صح يا دكتور؟ لو في دواء يقفل الاثنين. لو دواء يقفل الفا وبيتا مع بعض. دواء اسمه معبر وموحي واستحاله تنساه حتى لو عندك فقدان ذاكره. الدواء ذات نفسه بيقول على نفسه. احفظ صم يلا يعشقوه في الام سي كيو. اسمع، لا بيتا لول. الدواء اسمه كده لا بيتا لول. طبعا ما دام لول يبقى بيتا بلوكر، بس الدواء بيقول لك على نفسه لا بيتا. انا مش بيتا بس، يعني انا بيتا الفا اهو. هو الراجل بيقول يعني خليته الجماد نطق لا بيتا لول.
اللابيتا لون بيت في مين؟ الفا وبيتا. يبقى افتكر اللابيتا يبقى الفا كمان. بيحبوه في الام سي كيو. يجي في الام سي كيو يقول لك كومبايند الفا اند بيتا بلوك. كومبايند الفا اند بيتا بلوك. فويتش مي بي يوز ذا انتريتمنت اوف اي حاجه. ويديك اسامي لول 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 عشان تختار اللابيتا لول. هو الاسم موحي. انتوا معايا ولا ايه؟ على فكره الدواء ده اللي اسمه فينوكسبين الدواء اللي اسمه فينوكسبينزامين ده بيعمل ايه في الفيسل؟ فازو دايليتيشن. مش بيقفل الفا؟ فازو دايليتيشن. هتقول لي يبقى السايد افكت استنبط الفازو؟ هتلاقيه عندك رقم واحد سايد افكت ادفيرس افكت. هتلاقي مكتوب اورثوستاتيك هايبوتنشن وارثميا. مش دي استنبط الدايليتور؟ انت عارف ان في حاجات ثانيه فاكرين؟ الهيدك والفلاشنج ومعرفش ايه. بس هو دايما بيكتب المهمه بتاعت القلب زائد اهو زائد يبقى بيعمل استنبط. اكتب كده استنبط الفازو دايليتور زائد. انت اللي هتقول ولا الفا واحد كانت بتعمل مايجريز صح؟ فاكرين؟ الفا واحد كانت بتعمل مايجريز. لو قفلتها يحصل مايوز زائد اللي مش عارف يعرف الفا واحد في الجينيتاليا بتعمل ايجاكيوليشن. الفا واحد مسؤول عن الايجاكيوليشن. يبقى لو قفلت الفا واحد هيحصل فيلير اوف ايجاكيوليشن. فيلير اوف ايجاكيوليشن. يبقى لما اقول لك ايه السايد افكت بتاعت الفينوكس من زمان؟ استنبط الدايليتور زائد اثنين اقفل الفا. اقفل الفا. الفا في العين يحصل مايوز لو اتقفلت. الفا في الجينيتاليا فيلير اوف ايجاكيوليشن. يبقى سريع فينوكس من زمان ايه الميكانيزم؟ لما كنت قاعد عشان في الفيفتر محتاجش وقت. فينوكس من زمان نقص الليكتيف الفا بلوكر كان المميز في ان هو ريفيرسبل كوفيلانت. نسيت اقول لك الديوريشن اوف اكشن ام سي كيو. الديوريشن اوف اكشن 50 ساعه. 50 ساعه دي ام سي كيو مفهوم طويل. اللي مكتوب عندك 15 ل 50. 15 ل 50 دي ام سي كيو. اسمع ورا قلت لك الدواء ده يتاخد في علاج يلا ليه بلوكوسايتوم يتاخد لوحده ولا مع بيتا بلوكر؟ مين يتاخد الاول؟ ومين الدواء اللي يقفل الاثنين؟ اللابيتا لو انطلق من اول اسبوع الجاي 12. انا كنت عايز احلها 12 واحده ونص. مش عارف انتوا واكلين ليه؟ ماشي 12.